صباح السعادة، صباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عاش الشباب. كل سنة وكل الشعب المصري كله طيب وبخير، وكل سنة وكل رجال الشرطة ورجال الجيش طيبين وبخير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وبمناسبة عيد الشرطة. طبعا بحيي كل الشعب المصري وبحيي كل رجال الشرطة والجيش اللي بيتعبوا عشاننا عشان يحمونا وعشان يحافظوا على البلد دي، وحيي طبعا كل مشاهدينا في كل مكان. واحب كمان ارحب بزملائي اللي بيقدموا معايا حلقه النهارده، خلود عبد الناصر، محمد العربي، رشا مسعد. اهلا بيكم يا شباب. اهلا بيك يا عمر. صباح الخير عليكم. صباح الجمال. صباح الجميل. حلقتنا النهارده باذن الله هتكون مميزه جدا جدا، هتكون مكونه من فقرتين. خلونا نعرف الفقره الاولى بتتكلم عن ايه من خلود، عندك ايه يا خلود النهارده في الفقره الاولى؟ صباح الخير على كل مشاهدينا وصباح الخير عليكم يا شباب. حلقتنا النهارده وفقرتنا هنتكلم فيها عن الاعمال الفنيه الهابطه. طبعا الاعمال الفنيه الهابطة دي بتشكل مشكلة على مجتمعنا، وبوجه العموم الفن هو أداة من أدوات القوى الناعمة اللي دايما بتسلط الضوء على مشكلة من مشكلاتنا، بتحاول من خلال الأفلام والمسلسلات بتجد حل هذه المشكلة. أما بالعكس على ذلك، الأعمال الفنية الهابطة بيكون محتواها بيحاول دايما دس السم في العسل، وده من خلال بعض السلوكيات أو الأفعال أو الألفاظ الغير لائقة للمجتمع، وده بيأثر على شبابنا وأطفالنا وبيشكل اكيد بالنتيجه سلبيه على المجتمع. عشان كده هيكون ضيفنا النهارده السيناريست والناقد الفني الاستاذ احمد بشري، هنتكلم معاه عن مدى خطوره الاعمال الفنيه دي على المجتمع. تمام. الفقره الثانيه رشا محمد عندنا النهارده. صباح الخير عليكم وصباح الخير على المشاهدين وصباح الخير على زملائي كلهم. النهارده هيكون عندنا في الفقره الثانيه موضوع عن البيئه وحمايه البيئه. البيئه دي بالنسبه لنا شيء مهم جدا، لان ده الاطار اللي احنا بنحيا فيه وبنعيش فيه. احنا بس مش بنأثر فيها، هي كمان بتأثر فينا، عشان كده لازم نحافظ عليها ان هي تكون في صوره جميله مناسبه للمعيشه فيها. في حملات كثيره جدا على او جمعيات كثيره على مستوى الجمهوريه بتقوم بحملات تنظيف للبيئه ومحافظه عليها، لكن في بعض الاحيان ما بتكونش معروفه بالنسبه للشعب المصري. عشان كده النهارده في حلقتنا احنا هنناقش معاكم دور الجمعيات اللي مثل هذه اللي بتقوم بدور في المحافظه على البيئه ونظافتها، ومن ضمن هذه الجمعيات جمعيه الكشافه البحريه. وعشان كده هيكون معانا ضيفنا الاستاذ محمد قطب السيد، رئيس مجلس اداره جمعيه الكشافه البحريه، اللي هيكلمنا عن دورها في حمايه البيئه والمحافظه عليها وعن انشطه الجمعيه دي. تمام كده، زي ما قالت زميلتي رشا، الفقرة الثانية هتكون عن الحفاظ عن البيئة، وطبعا دي مش محتاجة كلام، الحفاظ على البيئة ده أمر مهم وضروري جدا، وكل أفراد المجتمع يجب أنه يحافظ عليها. بس للأسف إحنا ساعات بنشوف سلوكيات مش تمام، بنشوف الناس بتلقي الزبالة والكمامة في النيل ويستخدموه كباسكت. لا، النيل ده شريان الحياة، يعني النيل ده شريان الحياة، يجب الحفاظ عليه جميعا. وفعلا من ضمن الجمعيات اللي هي بتبذل مجهود كبير، ولكن للأسف هي مهمشة، مش معروفة إعلاميا ولا معروفة لجميع طوائف الشعب، هي جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة، واللي هيكون ضيفنا فيها الأستاذ محمد قطب رئيس مجلس إدارتها. تمام، عظيم جدا. بنحيي طبعا الأستاذ الإعلامي أحمد دياب على مجهوده معنا الفترة اللي فاتت، وبنحيي الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية على مجهودها معنا. خلونا نروح فاصل صغير ونرجع لكم تاني، أنا وزميلتي خلود مع ضيفنا الناقد الفني والسيناريست أحمد بشري، اللي هيكلمنا عن تأثير الأعمال الفنية الهابطة على المجتمع. نروح فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، ورجعنا لكم تاني. كلنا عارفين ان الاعمال الفنيه بتاثر فينا بدرجه كبيره، بتاثر في اطفالنا، بتاثر في شبابنا، بتاثر كمان في الناس الكبيره في السن. وللاسف دلوقتي في اعمال هابطه كتير، افلام، مسلسلات، اغاني، بنلاقي ان شبابنا واطفالنا او اغلبهم بيقتبس سلوكياتهم من هذه الاعمال، وطبعا دي كارثه كبرى. بالظبط يا عمر، ان بعض الاعمال دلوقتي بقت بتشكل كارثه،
وفي كمان ان بيكون ليها حجتها ان هي بتنقل الواقع، ان الفن بينقل الواقع او اللي في الشارع، وده طبعا عذر اقبح من ذنب. الفن لازم يكون قدوه ويكون لازم رساله، يبقى فيه رسالة. ويكون رساله لتنوير العقول. عشان كده هنتكلم مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، السيناريست والناقد الفني استاذ احمد بشري. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. اهلا بحضرتك يا فندم، منور. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد ميلادك. ميرسي قوي. كل سنه وحضرتك بخير. ميرسي قوي. في البدايه يا فندم عاوزين نسال حضرتك، هل من وظائف النقد الفني نقد الاعمال الفنيه الهابطه واللي بتحس دايما على الجريمه؟ هو انا بفضل لفظ التحليل، لان الناس هي بتاخد لفظ النقد غلط بالانتقاد لو هنذكر السلبيات فقط. أيوة. انا بقول التحليل هنذكر السلبيات والايجابيات. أيوة. في مقوله شهيره لألفريد هيتشكوك ان اي فيلم ايا كان جودته في خمس دقائق مش كويسين، وفي فيلم ايا كان سوقه في خمس دقائق كويسين. يبقى اذا جميع الاعمال يجب ان تخضع للتحليل الفني وذكر عيوبها وحسناتها، ده من ناحيه. من ناحيه الاعمال الهابطه لا يطلق عليها فن، لان الدراما هي محاكاه لفعل نبيل تام. اذا احنا بنسعى لغايه جميله. جميله. عايزين غايه نبيله. عايزين نقدم رساله. فاذا هو العمل الذي لا يقدم رساله لا يطلق عليه عمل فني على الاطلاق. طب كيف يا فندم تؤثر الاعمال الفنيه الهابطه على ثقافه المجتمع؟ وهل الاعمال الفنيه الهابطه قادره انها تغير ثقافه المجتمع من ثقافه لثقافه ثانيه خالص؟ ده اكيد هي بتهبط، بس هي حضرتك من اسمها الهابطه لازم تهبط بثقافه المجتمع. بتتدنى لغه الحوار في الشارع، بتتدنى سلوكيات الناس بالذات الاطفال والشباب اللي هم العرضه الاكثر للتاثر، والفئات كمان المحدوده الثقافه. طبعا قدامهم البطل هو القدوه وهو النموذج بسلوكياته وبايجابياته. الالفاظ اللي بيقولها تاني يوم بتتكرر في الشارع بالذات من المراهقين والاطفال. السيئة بتتاخد أكتر، يعني بتتقلد أكتر من الإيجابيات. لا مش شرط. يعني لو العمل لا بسبب إن هي في موجة هبوط في العمل التي يطلق عليها تجاوزا فنية وليست بفنية. ده عشان هي موجة. لكن لو العمل كويس الألفاظ هتتكرر تاني يوم كويس، لأن هو دلوقتي بقى الممثل هو القدوة بعد غياب دور الأب في البيت. المفروض بعد غياب دور الأب في البيت اللي بيشتغل من الصبح بالليل، الأم اللي المفروض يكون قدوة حسنة. طبعا الأم اللي بتقوم بالدورين. المدرسة بقى التعليم مش تربية، لأن مفيش طبعا في كثافة في الفصول، مفيش اهتمام بالحالات الفردية، مفيش أخصائي نفسي أو طبيب نفسي بيفهم في سيكولوجية المراهق والطفل عشان يتعامل معاه ويعرف يقومه. غياب كذلك دور المؤسسة الدينية ممثلة في الجامع، لأن هي بقت لأداء الفروض فقط. فإذا بقت المسؤولية كلها بتقع على العامل الفني، وللأسف العامل الفني لا يقوم بدوره، لأن الفن تحول من رسالة إلى تجارة وسلعة بتخضع لمقاييس السوق، العرض والطلب والربح والخسارة. طب هل حضرتك شايف أن الأعمال الهابطة دي بتأثر مثلا في زيادة معدل الجريمة في المجتمع عموما؟ ده أكيد، ما هي هو احنا في نوع من الميل للمحاكاة. ده أساسي، يعني بيشوف الجريمة بتحصل قدامه بيستسهل حدوثها. وبيشوفها شيء بسيط لانه حدث قدامه، فبيكررها ممكن لمجرد التجربه او ممكن في لحظه نرفزه او تحت تاثير مخدر من اللي بيشوفه. طبعا من صفات البطل الاسطوري اللي شايل الرشاش والسنجه والمطوه والسيف انه بيشرب مخدرات، فبالتالي بيقلده بدايه بشرب المخدرات، بيبتدي بيخرج سلوكياته بتبقى مش مظبوطه، فبيبتدي بيقلده. وهو ايه؟ وهل الشخص يا فندم اللي بيعمل كده بيبقى فاهم هو بيعمل في نفسه ايه؟ يعني مش فاهم مدى خطوره اللي هو بيعمله؟ حسب المرحله السنيه وحسب المستوى الثقافي. لكن احنا قلنا في جزء تغييب وعي جزء المخدر، وممكن طبعا في لحظه نرفزه وشاف الجريمه قدامه مكرره، فبالنسبه له الجريمه دي شيء حاجه سهله قوي وبشوفها وبتحصل، ففي لحظه نرفزه ممكن يتهور ويعملها او استساغ العمليه. لكن طبعا ده عبء بالاساس يقع على العمل الفني. فعلا في جرائم كتير بتبقى موجوده في الافلام والمسلسلات ونلاقي انها اتكررت في الواقع. بيتم تنفيذها وتنفيذها وتقليدها في الواقع فعلا. بالظبط، بينفذوها يعني زي مثلا قصه فيلم بطل من ورق. المؤلف كان كاتب قصه، المجرم خدها ونفذها.
ايوه لا دي تمت العمل مش عمل مش نظريه في الفيلم وتطبيق في الواقع، لا في فعلا اعمال تانيه اتطبقت في الواقع بحذافيرها، استخدموا ذكاء المؤلف والمخرج والمنتج خارج مصر يعني في الدول الامريكيه لا وفي مصر وفي مصر كمان الاعمال الاجنبيه بتتنفذ بيستدل بيها على تنفيذ الجرائم، وبرضه الاعمال المصريه لو معموله بتقنيه عاليه، لان برضه هنا في نقطه في مفيش في الافلام عقاب للمجرم عقاب رادع، لان اولا في بطء في اجراءات التقاضي، في ثغرات في القانون بيستغلها المحامين، يا اما يفلت من العقاب يا اما ياخد عقاب صغير. وصانع العمل الدرامي لان هو مش مؤهل ثقافيا ولا فنيا ولا موهبه، اللي بيعمل كده ما بيبرسش حتى لو فلت من عقاب القضاء والقانون، ما بيبرسش عقاب السماء اللي بيبقى اوقع واقوى واقصى من عقاب القانون. وبيبقى النماذج الإيجابية في الأعمال الفنية نماذج قليلة، والنماذج السلبية هي الأكتر، ده للأسف. وطبعا زي ما قالت الأستاذة بيقال بحجة نقل الواقع، بتقول إن الدراما، لا هي الدراما مش نقل الواقع، هي ده طبعا ده لفظ خاطئ، اللي قال كده مش فاهم ولا درس دراما. الدراما هي إعادة تشكيل الواقع وفقا لمقتضيات وقوانين وقواعد الدراما. بالظبط، تمام. طب ايه يا فندم اسباب نجاح بعض الاعمال الفنيه الهابطه تجاريا؟ يعني بنلاقي فيلم هابط في الفاظ سوقيه وناجح جدا عليه مشاهدين، نفس النظام اغنيه هابطه وفيها الفاظ نلاقي ليها مستمعين وبنسمعها في كل مكان. ده لان مصر فيها 25 مليون عشوائيات، 25 مليون نسمع عشوائيات. الافلام موجهه او الاعمال الدراميه موجهه للنوعيه دي، فالنوعيه دي بتفرض ذوقها على الباقي. الناس استساغت الاعمال الهابطه لان هي الغلبه. بيخرج بيروح طبعا في ثقافة المولات دلوقتي، بيروح مول بيشتري لبس بيتعشى بيخش السينما، بيلاقي قدامه ثلاث اربع افلام، الثلاث اربع افلام وحشين، بيضطر يخش واحد فيهم اللي هو جاي يسهر وجاي يتفسح. هو عنده وقت فراغ يعني جاي يرفع عن نفسه، يعني المشاهد بيخش مثلا عمل هابط لانه مضطر عشان يخش وهو بيبقى مستهدف. أيوة. العمل ده في البعض بعض الثقافات بتخش مضطر انه خارج يتفسح. أيوة. زي ما قلت لك عمل خطوه اتنين بيكتمها بالسينما. أيوة. البعض الاخر الافلام دي موجهه له، ان الافلام دي هو بيحس فيها بتوحد وجداني مع البطل. أيوة. وبيلاقي نفسه في الاعمال الفنيه دي وبيخرج منها مبسوط وبيخرج منه. وبيخرج منها ضاحك مبتسم، الاعمال دي حاسس انها بتعبر عنه. أيوة. لان اصلا العمل الفيلم بيغازل شباك التذاكر. بالزبط. موجه العمل الفني للنوعيات ديت، يبقى الهدف الاول الارباح طبعا. ما هي احنا قلنا هي اتحولت لسلعه. طب حضرتك يعني شايف يعني الاعمال الفنيه ايه اكثر الاعمال اللي بتاثر على المجتمع؟ لا هي اعمال العنف بتبقى مفهومه وسهل توجيه الاطفال ليها، ولو البيت يعني مستحوذ على الاطفال كويس وسهل يوجهه. بس الحاجات دي بقت سهله، يعني مثلا ممكن انت ما يعني ايه اي طفل عادي ممكن يتفرج على الحاجات دي بسهوله. ايوه ما هو لو ما بيبقى بقت موجوده ومنتشره. ما هو التوجيه بيبقى توجيه، لان احنا نعمل كنترول للرقابه على ذهن الطفل مش نمنعه عنها في البيت. يعني حضرتك هتمنعيه في البيت؟ ما هو معاه الموبايل يقدر يخش على الموقع. على اي موقع يتفرج على اي حاجه. بالزبط. يشوف عند اصحابه. لا هو الرقابه بتبقى نعمل كنترول على طفل، على مخ الطفل نفسه، هو من نفسه يمنع الحاجات دي. الرقابه تبقى الرقابه الذاتيه من جواه. لكن لو الاعمال الكوميديه والالفاظ المسفه دي برضو يعني سهل ان احنا ايه في التوجيه في البيت وفي المدرسه، ده يعني ده مش مستوى وعيب قدام اختك او قدام مامتك، يعني البيت لو هو محترم وعنده تقاليد وقيم ومبادئ. الاعمال الأسوأ اللي هي بيتم فيها خلط السم بالعسل. أيوة. الاعمال اللي هي ظاهرها من بره جميل، ظاهرها حلو ومن جواها بتبقى بعت رساله خبيثه. الاعمال اللي بتتكلم عن الغايه تبرر الوسيله، الميكافيليه اللي هي فلسفه اللي بيقولها دلوقتي، كل اي موقف يبقى فيه فلوس. احنا عشان يعني احنا نقدر نظريا نقدر نوصل نعمل اي حاجه عشان نوصل للفلوس، اللي هي نظريه اللي بيقول يعني اللي هي المستزقه في الشارع دلوقتي. اي حد يقول لك لا الجنيه غلب الكرنيه. ايوه يعني هي دي للاسف الجنيه. هي دي غرست من اعمال من اعمال دراميه، ان احنا ايه نقدر نعمل اي حاجه عشان فلوس. الراجل اللي سرق وعمل اول مليون، وبعد عمل اول مليون عمل شركه وبقى راجل صالح وراجل تقي وبيصلي وبيعمل خير. طب ما بني على باطل فهو باطل. الفلوس اللي هو سرقها دي فلوس حرام، لازم الاول ترجع للناس بتاعتها عشان تبتدي حياة جديدة، مش هتبتدي بمال ايه حرام مسروق. كذلك ان احنا المبررات الدرامية العقيمة
ان احنا نقول لا ده هي مش مضطره مش لاقيه شغل، فمضطره مثلا تشتغل زي ويتر جرسونه في كباري او في نايت كلاب او في ديسكوتاك، هي مضطره مش لاقيه شغل تاني، بتصرف على اولادها وجوزها مات او جوزها بيتجوز عليها، فهي مضطره بتضطر لا هي ما دورتش في السكه الصح الاول. الصح اكتر من الغلط، السكك الجميل اكتر من السكك الوحش، لا بس هي مضطره. هو بيقنع صانع العمل الفني، بيقنع الناس ان هي مضطره انها تعمل كده، فهي بتحط نفسها موضع شبهه. بعد ما بتحط نفسها موضع شبهه بتبتدي تستدرج الى ما وراء الويتر المخالفات الاخلاقيه، كذلك تشويه المهن. يعني بنظهر دايما الطبيب النفسي انه مجنون، انه المريض النفسي ده مريض ده هو كمان مجنون، ده مريض عقلي. في فرق ما بين المريض النفسي والمريض العقلي. في اوروبا كل 3 شهور لازم يروح يعمل للمريض للدكتور النفساني ويحكي له مشاكله ويوجهه زي فحص ليها، زي فحص زي شيك اب شامل، بيعمل شيك اب كل 3 شهور او 6 شهور على كل حاجه بما فيها كل واحد فينا سلامه الحاله النفسيه. وبيقال في علم النفس انه كلنا مرضى نفسيين بشكل او باخر، كل واحد عنده مرض ما حتى لو هو مش شاعر بيه. تشويه صوره المدرس، تشويه صورة الموظف، الموظف بالبطيخة والجرنان والمنديل المحلاوي ومرتشي، المهندس الغشاش اللي بغش في مواد البنى، دايما مطلعين كل مهنة مطلعينها مش كويس. بحس هل يا فندم صناع العمل متعمدين، يعني متعمدين يظهروا ده لهدف معين؟ مش كل، في ناس يعني الاستسهال وتمة تجارية سهلة بتنجح، في ناس بتبقى متعمده كده، متعمده جواها احقاد واغلال ناحيه مهن معينه زي المهندس مثلا. كذلك قضيه الاستهزاء باللغه العربيه وبرجال الجين، بيصوروا اللغه العربيه في الاعمال الدراميه انها لغه يعني صعب جدا تعلمها، لغه غير مستساغه، مليانه طلاسم ولوغاريتمات، ولا يستطيع احد فك رموزها وصعب جدا تعلمها. فبيبتدي ناخد من لغه الشوارع ندخلها في اللغه العربيه بتاعتنا، بنهبط باللغه العربية بالمستوى الثقافي، بالمستوى الثقافي للناس وللهويه القوميه كلغه عربيه. فاللغه ما بتتوارثش، الاجيال ما بتقراش التراث، ما بتقراش الادب القديم، فبالتالي الاجيال دي التراث والادب القديم في قيم ومبادئ واخلاقيات احنا بنتوارثها، بيبدا يختفي زي ما اللغه بتختفي وهي قضيه هويه قوميه بحته، بيختفي معها قيمها ومبادئها اللي جايه من الاعمال. طب ايه افضل الفترات يا فندم في حياه السينما والفن؟ يعني ايه افضل الفترات اللي كانت الافلام بتقدم فيها رساله؟ افلام والمسلسلات والاغاني. فتره طبعا فتره الستينات وفتره انتاج القطاع العام. طبعا في استفتاء احسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه اللي اتعمل في مهرجان القاهره السينمائي سنه 97، طبعا السينما من 96 ل 96 اللي قبلها، اختار اغلبيه الافلام اللي دخلت في سباق، اللي فازت في سباق ال 100 فيلم كان في فتره الستينات، من ضمنهم 7 افلام في عام 69 اللي احنا اعتبرناه العام الذهبي للسينما. السبع افلام دول فيهم 6 عن اصول ادبيه، فيهم 4 من انتاج المؤسسه العامه للسينما القطاع العام. النتيجه بتتكلم ان الادب كمصدر للسينما، بتتكلم ان انتاج القطاع العام الانتاج اللي هادف انه يوصل رساله مش ربح ولا تجاره. طب حاليا يا فندم القطاع العام ليه مش بينتج اعمال فنيه، افلام مسلسلات؟ هو طبعا اولا جزء ليه تم تصفيه القطاع العام. القطاع العام ابتدى كويس وكان المواهب بتاخد فرصتها، تمام، والاعمال بتنجح وبتحقق ارباح تجاريه وبنفس الوقت بتحقق ارباح فنيه انجاز التعبير. تلا ذلك ابتدى يخش المجاملات والمحسوبيه، فبتتسند الاعمال للاصدقاء وليس للكفاءات. ابتدى تصفيه حسابات شخصيه، لان بيبقى القائم على المؤسسه العامه للسينما بيبقى فنان له خلافات مع بطبيعه الشلاليه في الوسط الفني، له خلافات مع ناس معينه، فبيسندلهاش الناس دي اعمال مع الناس دي كويسه جدا، وقدموا من خلال المؤسسه العامه للسينما اعمال نجحت وحققت ارباح تجاريه وحققت نجاح فني. فابتدت دخلت المواضيع في الشخصنه، دخلت في المجاملات والمحسوميه، ابتدت الافلام تسقط. فلما الافلام ابتدت تسقط قلنا لا نستعين بالقطاع الخاص معانا عشان نحقق الربح التجاري. فدخل القطاع الخاص، حصل اختلاس، حصل رشوه، القطاع العام فقد راس ماله، الافلام بقت تسقط. معلش يا فندم بدون مقاطعه لحضرتك، فقرتنا قربت تنتهي، يعني موجز بسيط كده، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها لصناع العمل الفني وللجمهور؟ ان الفن وسيله للتثقيف وللتعليم ولتطوير المجتمع، مش وسيله للربح. واللي عايز الجمهور، واللي عايز فلوس يشوف حاجه غير الفن. بالنسبه للجمهور،
اللي انت بتتفرج عليه في بيتك ابنك بيتفرج عليه هينشأ عليه، انت اللي هتدفع ثمن الماده السامه اللي انت بتقدمها. شكرا حقيقي يا فندم. شكرا للاستاذ السيناريست والنقد الفني استاذ احمد بشر، كنت منورنا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا خلود. شكرا لكل جماهيرنا اللي بيتفرجوا علينا. بكده فقرتنا الاولى تكون انتهت. هنروح فاصل ويرجع لكم تاني محمد العربي ورشا مسعد مع ضيفهم الاستاذ محمد قطب رئيس مجلس اداره جمعيه الكشافه البحريه بالقاهره، وحوار مهم جدا عن دور الجمعيه في المحافظه على البيئه. انتظروهم بعد الفاصل.